اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. طبعا مصر تستقبل الشهر القادم باذن الله حدث عالمي بكل المقاييس، وهو مؤتمر تغير المناخ كوب 27 في مدينه شرم الشيخ. عن هذا المؤتمر الكبير وعن دور الموانئ في مكافحه تغيير المناخ بيسعدنا يكون ضيفنا في استوديو الهواء الان الاستاذ الدكتور علاء محمود مرسي، عميد معهد تدريب الموانئ بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، واستاذ الهندسه الانشائيه بكليه الهندسه. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، مشرفنا ومنورنا يا فندم. اهلا بحضرتك. كلمنا في البدايه عن استعدادات مصر طبعا لهذا المؤتمر العالمي الكبير. والله هو طبعا شرف لمصر انها تستضيف مؤتمر بالحجم دوت. يمكن المؤتمر بيتعمل كل سنه في قاره، ويمكن كان المره دي المفروض تعمل في قاره افريقيا، ومصر شرفت باستضافه المؤتمر. مؤتمر يمكن بيجي اكثر من 197 دوله على مستوى العالم هيجوا مصر، ويمكن اختيار مدينه شرم الشيخ كان اختيار مميز. مدينه السلام، مدينه على البحر الاحمر، من المدن السياحيه الكبيره، من المدن البيئيه واللي عندها يعني صفاء في الجو، ومدينة خلابة بالسياحة بتاعتها، فكان اختيار مميز. فطبعا ان نكون مصر انها يعني تشرف بتنظيم مثل هذا المؤتمر، والجهود اللي تمت من القيادة السياسية علشان احنا نحظى بهذا الشرف كانت جهود كبيرة جدا طبعا، واستقبال رؤساء وملوك العالم بالظبط، ومجهود كبير على دولتنا ان احنا ان شاء الله نكون قد هذا الحدث باذن الله. ان شاء الله يا فندم. كلمنا حضرتك في البدايه عن التاثير البيئي للنقل والموانئ على البيئه والمناخ. هو يمكن بوجه عام طبعا زي ما حضراتكم بتسمعوا دايما، الموضوع دلوقتي بقى يعتبر من الهوت توبكس في اللي هو التاثير البيئي والتغير المناخي اللي بيحصل في على مستوى العالم. يمكن كان سبب التغير المناخي لو جبنا الموضوع من الاول هو بدايه الثوره الصناعيه، من اول القرن العشرين، وبدات الصناعه تشتد على اثرها، وبالتالي بدات الدول المتقدمه بالصناعات الكبيره بتاعتها تبدا تعمل تلوث للبيئه وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي كانت اكبر ثلاث حاجات بيضروا بالبيئه هي الصناعه في المقام الاول، وثم انتاج الكهرباء، ثم النقل. دول تقريبا اهم ثلاث محاور بيأثروا على البيئه بشكل سلبي. لو اتكلمنا على النقل بوجه خاص، النقل بنتكلم على كل انواع النقل، سواء نقل سككي، نقل بضائع، عربيات ماشيه في الشارع، بجميع انواع النقل، مترو انفاق، بكل انواع النقل. بدون ما اقطع كلام حضرتك، ده نتيجه يا دكتور لاستخدام الوقود الاحفوري، البترول بالزبط. ومستخرجات البترول بالزبط. هو ما كانش في الايام السنين اللي فاتت ما كانش فيه غير الوقود الاحفوري الفوسلز فيولز يعني، وبالتالي بدا يتجه العالم دلوقتي الى استخدام بدائل للوقود الاحفوري دوت. اولا لغلو ثمنه، البترول والغاز دلوقتي بقوا غاليين، وبالتالي عايزين نشوف بدائل مختلفه. فيمكن زي ما بقول لحضرتك، النقل من اهم الصناعات اللي بتؤثر سلبا على البيئه. ولو اتكلمنا على النقل البحري بوجه خاص، يمكن النقل البحري يشكل من 5 الى 8% من التاثير السلبي على البيئه على مستوى العالم يعني. علشان كده يمكن مصر بدات انها تعمل جهود جباره جدا في التغير المناخي، في جهود سواء على مستوى الصناعات او على مستوى استبدال بقى الوقود الاحفوري بانواع اخرى من البدائل الطاقه المتجدده وكلام ده. النقل البحري يمكن وزاره النقل المصريه يعني في الفتره الاخيره كان لها جهود كبيره جدا في مجال انها تستبدل الوقود دوت بانواع مختلفه، زي مثلا جرين هيدروجين، ويمكن ناس كتيره سمعت عن الهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الاخضر دلوقتي بقى يعني برضو مواني كتيره بدات انها تستخدمها، يمكن الهيئه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس بدات انها تعمل محطه لتوليد الهيدروجين الاخضر. ويمكن احنا سمعنا كتير عن الهيدروجين الاخضر يمكن في دقيقه. ايه هو الهيدروجين الاخضر؟ الهيدروجين الاخضر في كذا نوع من انواع الهيدروجين. يمكن الهيدروجين هو ماده مكان للبترول ومكان للبنزين، وماده اقدر ان انا اشغل بيها المحركات، ولكن ماده صديقه للبيئه، ماده ما بتضرش البيئه زي الوقود الاحفوري. ماده بديله للوقود. ماده بديله للوقود لا تضر للبيئه، وملهاش انبعاثات سلبيه زي الفوسل فيول. ما بتطلعش ثاني اكسيد الكربون. بالظبط، ده الاساس بتاعها. ولكن
ده الهيدروجين بشكل عام. ايوه. طب الهيدروجين الاخضر بقى هو انتاج الهيدروجين بمنتهى البساطه، احنا عندنا ذره الميه بتبقى هيدروجين واكسجين. ايوه. فانا عايز افصل الهيدروجين عن الاكسجين. طريقه الفصل ديت بتتم بكذا اسلوب، يا اما ان انا افصلها عن طريق ان انا اعمل فصل كهربائي، ولكن الفصل الكهربائي ده هيستلزم ان انا برضو مولدات كهرباء وكده هتستخدم الوقود الاحفوري، وبالتالي احنا بنفصل عن طريق كهرباء، ولكن الكهرباء ديت جايه عن خلايا شمسيه، طاقه متجدده، طاقه رياح، ريسايكلز، تدوير للنفايات. وبالتالي انا بنتج الهيدروجين عن طريق كهرباء، ولكن انتاج للهيدروجين عن طريق كهرباء دوت باستخدام طاقه نظيفه. فمصر يمكن في الفترة الأخيرة بدأت إنها تبقى من الدول المصدرة للهيدروجين الأخضر، مش بس لأنها نستخدمه، لكن بقينا يمكن قناة السويس كهب في وسط العالم كله كمركز تميز لموقعها الجغرافي المتميز، قدرت إنها تصدر. يمكن مصر والسعودية من أكبر دولتين على مستوى الوطن العربي بقوا مركز تميز للهيدروجين الأخضر، ويمكن هيتوقع على هامش كوب 27 هيتوقع كذا اتفاقية تعاون ما بين وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية مع شركات ودول كتيرة على مستوى العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر. دكتور، هل التحول الأخضر للموانئ بيعتبر نوع من أنواع الرفاهية؟ يعني دي رفاهية زيادة شوية مش مطلوبة دلوقتي، ولا فعلا ده حين وقتها؟ كلنا كنا بنتكلم على أن التحول الأخضر رفاهية، وده فعلا يعني كلنا في الذاكره بتاعتنا دي حاجه مش اقتصاديا، ايه الجدوى الاقتصاديه بتاعتها، ولكن احنا بنتكلم على حاجه بنسميها اللي هي اللايف سايكل كوست، ان انا ادرس التكاليف بتاعت الحاجه اللي انا بنشئها على مدار عمرها الزمني، على مدار 100 سنه، على مدار 200 سنه. هنلاقي ان التكلفه الابتدائيه يمكن بتاعت ان انا اعمل مواني خضراء، يمكن التكلفه الابتدائيه قد تكون اغلى، ولكن على مدار عمر المينا لا، هتبقى ارخص بكتير. في عندي التكلفه الانيشال كوست، التكلفه الابتدائيه، طبعا انا هجيب محطات طاقه متجدده، هجيب سولار سيستم، تكلفتها بتبقى كبيره، لكن بتوزيع هذه التكلفه على مدار العمر، سنين عمر المينا هتبقى ارخص بكتير. الصيانه بتاعتها قليله جدا عن الصيانه بتاعت المواني العاديه. فطبعا المواني الخضراء دلوقتي بقت اتيزا ماست، ويمكن بنهني مينا دمياط هي فازت الاسبوع اللي فات في اليوم البحري العالمي. بالظبط، ده مينا، ده قناه السويس، وزي ما بقول لحضرتك مينا دمياط فازت في اليوم البحري العالمي بانها المينا الصديق للبيئه على مستوى مصر. مينا اسكندريه طلعت في قائمه اللويد لافضل المواني على مستوى العالم، وبالتالي فاحنا عندنا شهادات دوليه للمواني المصريه انها فعلا تطورت وانتقلت الى ما يسمى بالجرين ترانزيشن او التحول الى الاخضر. فهي مش رفاهيه تماما، لا، هي من الجدوى الاقتصاديه زاد جدوى اقتصاديه جامده جدا في التحول. دكتور، هل في تحديات بتعوق اننا نسير في هذا المجال، في مجال المواني الخضراء والهيدروجين الاخضر؟ في تحديات طبعا. اول حاجه المينتاليتي بتاعت الناس نفسها، السلوك البشري، زي ما حضرتك شايفه كده اهوت، الناس بتعتبر ان الموضوع دوت يعتبر رفاهيه، وانا هيجيب لي ايه حاليا؟ يعني انا ببص تحت رجليا. لا، لو احنا غيرنا الكونسبت بتاع الناس نفسه الموضوع ممكن ان هو يختلف، عن طريق ان احنا نعمل دراسات جدوى للمينا على فتره كبيره، دي هتغير من فكر القياده، وان هي تبدا الناس فعلا يبقى حاطه في دماغها ان الموضوع ده مش رفاهيه، لا، الموضوع ده هيوفر لي في الاخر. عشان كده احنا يمكن بنعمل دايما دورات تدريبيه وتوعويه بحيث ان احنا نبين اهميه الدور دوت بالنسبه للناس كلها. لو اتكلمنا عن اهم المبادرات المصريه اللي تم فعلا تفعيلها علشان نحافظ على البيئه وعلشان تكون هذه المواني صديقه للبيئه. بالنسبه للمبادرات، يمكن على هامش مؤتمر كوب 27 من اهم الحاجات اللي بتتعمل في المؤتمر ان المفروض ان الدول الكبيره، الدول الصناعيه الكبرى، وهي دي الاساس، هي التاثير السلبي جاء من عندها، هي الدول الكبيره هي اللي عندها صناعات كتيره طبعا. هي اللي اثرت على الدول الاقل نمو، انبعاثاتها اكتر. بالظبط. وبالتالي الدول ديت بدات انها تعمل
دعم للدول الأقل نمواً عن طريق مشاريع بحثية، عن طريق تمويل للاستثمارات اللي في المجال البيئي. ويمكن احنا فعلاً دخلنا في كذا مشروع بحثي وكذا استثمار ممولين من الدول ديت، وهو ده من أحد أهداف الكوب 27. يمكن المبادرات المصرية، في مبادرة تتحضر الأخضر، مبادرة قوية جداً بتقوم بيها وزارة البيئة، واحنا يعني كأكاديمية مشاركين فيها بدور فعال لتوعية حتى العاملين والطلبة وجميع القائمين في هذا المجال على الريسايكلينج، وازاي ان انا اعمل تدوير للنفايات بتاعتي، وازاي ان انا اتخلص من البلاستيكس والحاجات البلاستيكية، وخصوصا على الشط وعلى البحر وعلى الموانئ. يمكن اسكندرية بالبحر بتاعها الطويل جدا فيها كمية بلاستيك كبيرة جدا، فازاي ان انا اعمل اعادة تدوير البلاستيك، ازاي ان انا استخدمه في استخدامات تانية، استخدمه في الصناعة، استخدمه في الطوب، استخدمه في الخرسانة. وبالتالي في مشاريع بحثية ممولة كتيرة جدا احنا بنقوم بيها كدولة مصرية في الفترة دي. كمان ففي في مبادرات قطاع كتيرة جدا. النقل، كمان مصر بدأت مشروعات عملاقة في النقل الجماعي بالوسائل الجديدة. بالظبط بالظبط، أيوة. ما النقل بقى بمختلف الطرق بتاعته، سواء نقل جماعي، نقل سككي. يمكن لو احنا بنتكلم على قطاع المواني تحديدا، هو الميناء عبارة عن مركب وميناء، وبالتالي انا يهمني في كلتا الحالتين ان انا اخدم المركب واخليها امونها. لو مركب جاي لي من بره وهي ماشيه بالهيدروجين الاخضر مثلا، او المركب بتتمون بالهيدروجين، لازم انا اكون كمينة عندي محطات، ان مركز انا خدمة. مركز خدمه ان انا ايوه امون ايوه بالهيدروجين. مركب جاي دي بالكهرباء، اهم اللوجستيات المطلوبة في الموانئ. مركب جاي بالكهرباء، لازم انا اكون مستعد ان انا امونها بالكهرباء. وبالتالي الموضوع بيتقسم لحاجتين، جزء في البحر اللي هي المراكب، ودي اكبر ضرر للبيئه عن طريق الانبعاثات اللي هي بتطلعها. الجزء الثاني المينا نفسها بقى، ان انا يبقى عندي الاوناش اللي في المينا، الصرف في الانفراستراكشر بتاعت المينا، البنيه التحتيه كلها تكون التشغيل بتاعها كمان يكون تشغيل غير ضار للبيئه. فاحنا بنتكلم على مستوى البحر وعلى مستوى المينا نفسها، لازم الاثنين يتكاملوا مع بعض علشان انا اقدر اخدم المركب بتاع اللي جايه علشان تنقل البضائع. فالموضوع بمنتهى البساطه ان انا عندي مركب وعندي الميناء، وعايز اعمل خدمه متبادله ما بين الاثنين. طب بصفة حضرتك عميد معهد التدريب، نتكلم عن الدور الإنساني والعامل الإنساني في التدريب، وإن هو فعلا عامل اقتصادي مهم جدا في التغير والتحضر للأخطر. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، العامل التوعوي للناس علشان اقدر ابين اهميه الموضوع دوت وابرز اهميته، واوري لهم نماذج ناجحه في مواني اوروبا. الناس ديت عملت اتحولت ازاي لمواني خضراء، وكسبت ايه لما اتحولت لمينا اخضر، وايه الاثار الجانبيه لو ما كانتش عملت كده. فانا لازم ان انا بجيب لهم، احنا في تعاون كبير مع مواني اوروبا، مع مينا فالنسيا، مع مينا مارسيليا، وبنعمل دايما دورات مشتركه معاهم علشان اقدر انقل الاكسبيرينس والخبرات بتاعتهم لينا، واقول والله الناس ديت عملت تحول اخضر ازاي، واتكلفت ايه، وايه الايجابيات والسلبيات اللي واجهتها في هذا التحول الاخضر، وانقله للمواني المصريه. فده نقطه مهمه جدا. الفكره كلها ان انا بحاول ان انا اعلي من ان انا احمي العالم من الانبعاثات، وفي نفس الوقت انا عندي اثر سلبي للانبعاثات ديت. يعني اقرب مثال كورنيش اسكندريه والنحر اللي بيحصل على كورنيش طبعا. اسكندريه. فهل انا دلوقتي اعمل حمايه للشواطئ، دي مشاريع بتتكلف في الدوله ملايين، ولا ان انا اقلل من الانبعاثات وبالتالي ان انا ما يحصلش نحر للشاطئ؟ فاحنا عايزين نوزن ما بين الاثنين، ان انا اقلل من المشاريع اللي بتعمل لي مشاريع حمايه الشواطئ كبيره جدا وبتكلف الدوله ملايين، واحنا بنلاحظها دلوقتي يعني، واحنا ماشيين على الكورنيش مشاريع حمايه الشواطئ وده بقى غصب عننا وحواجز دلوقتي، الامواج موجوده في ده كل بقى حته على غصب كورنيش عننا. اسكندريه. وبالتالي لو انا تبنيت كدوله فعلا فكره تقليل الانبعاثات وان انا اشتغل على الطاقه البديله، دي هتحل لي المشكله دي بطريقه غير مباشره. طب ورفع كفاءة العاملين في المواني والعامل البشري اللي هو يعني عليه عامل اقتصادي مهم جدا في التحضر، ازاي هنرفع كفاءة العامل المصري؟ يمكن يعني مصر ربنا حباها بثروة بشرية كبيرة جدا، ودي من عوامل القوة في الدولة المصرية، العامل البشري. وبالتالي أنا عايز أستفيد من هذا العامل البشري، عايز أدربه تدريب قوي ويكون على نفس المستوى المواني اللي في أوروبا واللي في العالم كله.
وبالتالي يمكن احنا كمعهد تدريب مواني دايما عندنا شراكات دوليه. احنا عندنا خطه سنويه بنقوم بيها لتدريب جميع العاملين في المواني المصريه، واحنا يعني طبعا ده بدعم من الاكاديميه ودعم من وزاره النقل، بنبدا ان احنا ندرب جميع العاملين وبننقل الخبرات الخارجيه. زي مثلا احنا يمكن الشهر الجاي عندنا دوره مع الصين عن الاوبتمايزيشن، الشهر اللي بعده عندنا دوره في فالنسيا في اسبانيا عن السمارت ديجيتال جرين بورت. وبالتالي انا هنا بتكلم بقى على المواني الذكيه والمواني الخضراء، ايوه، وازاي ان انا اقدر ان انا احول الميناء من ميناء عادي الى ميناء ذكي وميناء اخضر. وبالتالي ازاي ده شيء مهم جدا ومتهيألي صعب جدا. كل دوله من المواني الاوروبيه لها تجربتها ولها الطعم بتاعها والفليفر بتاعها في ازاي انها قدرت انها تتحول الى ميناء ذكي اخضر. وبالتالي انا بقدم للجميع المتدربين المصريين تجارب العالم الخارجي، كل تجربه لها مميزاتها ولها سلبياتها، واقدر ان انا اطبقها عندي في الميناء بتاعتي ولا ما اقدرش. وبالتالي هنا بقى بنبدا ان احنا بالظبط كده بننقل الخبرات العالميه وبنطبقها بايدي مصريه، وهو ده الهدف من التدريب على في معهد تدريب المواني. لو اتكلمنا عن دور المواني المصريه في مكافحه تغير المناخ عموما، زي ما بقول لحضرتك يمكن المواني المصريه الحمد لله في الفتره الاخيره شهدت نقله حضاريه في الحفاظ على البيئه، سواء على مستوى ادارات الجوده اللي بقت موجوده في كل المواني المصريه للحفاظ على البيئه، سواء على انشاء محطات هيدروجين اخضر، سواء مكافحه المياه الصبوره اللي هي المياه الملوثه اللي بتنزل من المراكب، الريسايكلينجز للنفايات اللي اعاده تدوير النفايات اللي بتبقى موجوده في المينا، والمينا من اكثر المجتمعات اللي بيبقى فيها نفايات كتيره نتيجه الشحن والتفريغ للبضائع. المواني المصريه كلها عملت ادارات متخصصه في جوده البيئيه لها، ومعظم المواني المصريه واخده الايزو في الجوده علشان انها تبقى، ما انا كمينا اوروبي او انا كخط شحن عالمي، انا هاجي عندك المينا بتاعتك ليه لو ما كانش انت عندك ميزه تنافسيه تقدر ان انت تجذبني كخط شحن ليها؟ ولو ما كانش المينا بتاعك مينا اخضر مش هيضرني ولا هيضرني مراكبي، وبالتالي انا خايف ان انا اجي عندك. وبالتالي كان لازم ان احنا المواني المصريه كلها تنتقل الى الاخضر ويبقى فيها الجرين ترانزيشن، وابقى حامي المينا بتاعتي وحامي المراكب الاجنبيه اللي بتجي لي للبضائع وكده. طب بالنسبه للابحاث اللي هيتم انها تتعمل وتتفعل داخل المؤتمر، مؤتمر المناخ كوب 27، هل شاركتم بورقه بحثيه؟ كوب 27 بيغطي المؤتمر على مدار 13 يوم من 6 نوفمبر الى 18 نوفمبر، بيغطي كل المجالات، زراعه، ميه، كهرباء، جميع انواع الطاقه. يمكن احنا كاكاديميه شاركنا بابحاث كبيره جدا في هذا المؤتمر وفي مشاريع بحثيه مموله كبيره جدا. معظم المشاريع البحثيه دلوقتي احنا لسه مقدمين مشروع بحثي عن اعاده تدوير البلاستيك في الخرسانه، وعملنا ولسه برضه مقدمين مشروع بحثي عن الويست بتاعت او النفايات بتاعت الصرف الصحي وازاي ان انا اعملها بديل للاسمنت. وبالتالي هي الفكره هنا ان انا الاسمنت كماده مضره للبيئه أطلع. علشان صناعه الاسمنت بتطلع كربون دايوكسيد، ثاني انبعاثات ثاني اكسيد الكربون كبيره جدا. وبالتالي لو انا قدرت ان انا الاقي بديل للاسمنت هقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. طب وماذا لو كان بقى كمان البديل ده من المخلفات؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ قللت المخلفات وبديل امن على الصحه وعملت وعلى بديل الناس. امن للاسمنت بيقوم بنفس الدور بتاعه. ده انا بدي حضرتك مثال على صناعه معينه في صناعه التشييد، قيسي على ذلك كل الصناعات ممكن انها يحصل فيها حاجات زي دي. اصل تغير المناخ بس مش بس بيأثر على تغير الجو وتغيرات احنا لامسينها وبنشوفها وتقلبات حاده جدا في الطقس وحرائق في كل الاماكن، وكمان ذوبان القطبين او الجليد بحيث ان الميه بتطغى على اليابس، كمان بيأثر على صحه الانسان. العامل البشري اللي هو العامل الرئيسي في اي تقدم اقتصادي
الاقتصادي العامل البشري. فإذا كان هذا التلوث والتغير المناخي بيأثر على صحة الإنسان نفسه طبيعي. فدي هي المشكلة الكبيرة. أنا هضرب لحضرتك مثلا، قريب كنت في دولة أوروبية في الصيف اللي فات، ويمكن حضرتك سمعتي عن الحرائق الكبيرة اللي حصلت في الغابات، الغابات الأوروبية، وكنت ماشي في العاصمة بتاعت الدولة ديت، انا كنت هتخنق من كتر الانبعاثات بتاعت ثاني اكسيد الكربون الناتج عن حرائق الغابات. ايوه، وبالتالي دي بتضر بضرر مباشر اهو، يعني ده ضرر مباشر على صحه الانسان. وانا بكلم حضرتك عن دوله من دول اوروبا، من احدى اكبر الدول الاوروبيه. فلا طبعا، وفي انهار دلوقتي في اوروبا جف. بدات تجف، انهار كتيره جفت. ايوه، في المانيا، في فرنسا، فليه تاثير مباشر طبعا على صحه الانسان. طبعا ده مش بس صحه الانسان، ده لما النهر يجف المراكب مش هتقدر تمشي. ده هنا زيادة في وارتفاع في وسائل النقل ونقل البضائع، له تأثير في كل الجوانب. عشان كده يمكن في مؤتمر كوب 27 هم قالوا ان احنا مش عايزين درجة الحرارة على مستوى الارض كلها تزيد عن 1.5 درجة ونص، بحيث ان درجة ونص دي تخلينا في المنطقة الآمنة. لو وصلنا الى اكتر من درجه ونص زياده في ارتفاع درجه الحراره على مستوى الارض كلها، احنا هنا هندخل في منطقه خطر جدا. عندنا شعب مرجانيه ممكن انها تندثر، زي ما حضرتك بتقولي انهار. رئيس وزراء بريطانيا السابق كان قال لو زادت حراره الجو 1.5 درجه كمان اسكندريه هتغرق. بالظبط، احنا يعني لحد دلوقتي احنا بنتكلم من 1 الى 1.2، والهدف بتاعنا ان احنا ما نوصلش ل 1.5، ويمكن ده من الاهداف الاساسيه في كوب 27. ده اكيد للحفاظ على البيئه وعلى الانسان وعلى كل الانجازات اللي حصلت على ارض العالم كله، مش ارض مصر بس. بالظبط بالظبط. لكن هل في حضرتك ليك توصيات معينه قبل مثلا تقدمها قبل ما يبدا المؤتمر؟ والله احنا يعني نشرنا اوراق بحثيه كتيره جدا في, في 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 هذا المجال يعني. ويمكن لو اتكلمنا على مجال المواني بشكل عام، احنا عندنا في معهد تدريب المواني نخبه من المحاضرين في جميع المجالات. ويمكن احنا معظم المجالات اللي احنا بنعمل فيها توصيات او اوراق بحثيه بتبقى كلها تبع اللي هي الWPSP، الWPSP اللي هي الورد بورت سستينبل بروجرام، او البرنامج التنموي للمواني. البرنامج التنموي للمواني حط 6 محاور اساسيه، هم دول المحاور التنمويه في المواني، على راسها الرقمنه. على التاني تيجي حاجه تانيه الانرجي والكلايمت تشينج، تغير المناخ والطاقه، التكامل ما بين المينا والمدينه، الصحه، السكيورتي. في 6 محاور، دول 6 محاور التنميه المستدامه. احنا كل التوصيات بتاعتنا وكل الدورات التدريبيه بتاعتنا على نهج ال6 محاور دول. يمكن احنا السنه الجايه عندنا مجموعه من الدورات التدريبيه مع مينا انتوريب في بلجيكا. كل شهرين بنعمل دورة مشتركة مع مينا أنتريب، وبمعدل 6 دورات في السنة. كل دورة بتناقش محور من محاور التنمية المستدامة الخاصة بالمواني. يعني يمكن حضرتك عارفة في 17 محور للتنمية المستدامة على مستوى الأمم المتحدة عامة، ولكن من ال 17 محور دول المواني خدت 7 محاور 6 محاور. وبالتالي ال6 محاور دول احنا جميع الدورات التدريبية بتاعتنا منبثقة من ال6 محاور دول، سواء على مستوى الاي تي التكنولوجيا المعلومات، على مستوى الاداري، على مستوى الهندسي، على مستوى المواني اللوجستيات، على مستوى البرامج البحريه. ويمكن المينا يعتبر مجتمع مينائي كبير. فانا الدورات بتاعتي او الهدف بتاعي مش ان انا خاطب بالهندسي بس او الاداري بس او المشغلين الاوناش، لا، انا بخاطب جميع الفئات بجميع التخصصات. عشان هو المينا لامم كل التخصصات دي، الاداره نفسها، هندسه، تكنولوجيا معلومات، مشغلين او ناس وفنيين وحرفيين. فمجموعه كبيره جدا من الدورات التدريبيه اللي انا بعمل لها استهداف. وكل الدورات التدريبيه ديت طبقا للمحاور الاساسيه للتنميه المستدامه. لكن هل في معوقات يا فندم حضرتك شايفها ممكن تعوق عمليه تطوير المواني؟ يمكن احنا شغالين في عمليات تطوير كبيره جدا في المواني. يمكن مثلا المعوقات زي ما بقول لحضرتك ان احنا نغير التفكير بتاع العاملين نفسهم. ان احنا نغير تفكير الناس، ان احنا نغير المايند سيت. واعتقد دي من اهم واخطر المعوقات اللي ممكن تقابل اي حد. ان انا اغير المينتاليتي بتاع الكونسبت، المفهوم لدى العاملين في المواني، وافهمهم اهميه اللي احنا بنعمله ده ايه. ويمكن اثره ما يبانش النهارده،
ولكن هيبان على الاجيال اللي بعد كده. فتغيير المفهوم دي عمليه صعبه جدا. طب بتعملوها ازاي او هتعملوها ازاي؟ ما هي دي بقى لما بنوريهم ورش عمل بتدريبات بندوات بتثقيف. الموضوع ده لما يعني حضرتك عايزه توصلي معلومه لاي حد، اسهل طريقه ان انت توري له مثال ناجح. والله بص مينا روتردام من 20 سنه كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي. مينا انتروب في بلجيكا، فاحنا علشان كده بنهتم بالتكامل مع الموانئ العالميه كقصص نجاح بنوريها ل مهم طبعا العاملين في الموانئ المصريه. طبعا طبعا، لان العالم كله يعني فعلا بقى دلوقتي قريه صغيره، مش مجرد كلمه. معظم الدورات دلوقتي بتاعتنا يمكن بتتقال لكن فعلا يعني بقت حقيقه. بالظبط، يمكن احنا تجربه كوفيد 19 ديت فادتنا كتير جدا يعني. طبعا ضرت حاجات كتيره، ولكن رب ضارات نافعه استفدنا منها ان احنا بقينا بنعمل مجموعه كبيره من الاونلاين كورسز. ايوه وبالتالي فانا بوفر وقت وجهد وسفر وانتقالات وتاشيرات وكده، فبقينا بننقل الخبره العالميه للموانئ المصريه في لابتوب. وانت قاعد بتقدر ان انت تستعين بكل الخبرات ديت. شيء رائع جدا، كل التوفيق لحضرتك والمصر ومؤتمر تغير المناخ اللي ان شاء الله هيكون الشهر القادم في مدينة شرم الشيخ بإذن الله، كل التوفيق والنجاح. بنشكر أستاذنا اللي شرفنا في استوديو الهواء اليوم، الأستاذ الدكتور علاء محمود مرسي، عميد معهد تدريب المواني بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وأستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك، كل التوفيق. مشاهدينا الأعزاء انتهت حلقتنا، وبإذن الله نلقاكم على ألف خير في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم. حتى نلتقي لكم مني ومن أسرة البرنامج أجمل وأرق تحية. شكرا لكم، إلى اللقاء.